أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن الآن معكم فوق النفوذ الترابي عملة إقليم مديونة دوار الحمادات بمنزل أو بكوخ السي نادير محمد السي نادير, نادير محمد نادير محمد نعم سيدي. مرحبا سي مرحبا السي نادير محمد حاول قرب شويه هنا ل... حاول تشرح حتى المشاهدين شنو طرا وشنو كاين واحد السيد كان خدام مع الابن ديالي اسامه نادير اللي هو راه الاعتقال دابا ووقع لي حارق في في المحل ديالو في السياره ولكن المتضرر هي السياره تحرق ليه المنزل أه... شج... واحد الجزء من المنزل عنده والسياره والسياره السياره هي واحد فيها بعض الخسائر أه. مني وقع المشكل وداكشي كنلاحظ بانه كيتهم ولدي هو واحد الشاب اخر وانا مقتنع بان الابن ديالي راه ديال. مدير باش عرفتي ولدك ماشي هو شعل العافيه في السي لأن... لأنه... لانه ولدي خلي خلي الاحساس ديال والعاطفه ديال الاب أه. وما الى ذلك لا الله شاهد علي يعني بأن هي الامور يعني اللي كتاكد على ان ولدك ماشي وليش على العافيه ما 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 فيهش شي صفه من هذاك الشيء ولدك فين كان ديك الساعة؟ في الدار في البيت ناعس يعني لا قلنا غا يخرج هذاك اللحظه اللي وقع انا نايد كان نايض مع مع صلاه الصبح مع تقريبا الخمسه ونص خمسه وط... فايق المشكل وقع ورا صلاه الصبح كيفاش انا منين خرج هذا الدري ولا منين دخل واخا مشي شو عند الدرك الملكي داز عند الدرك دا. تاخذوا الاجراءات القانونيه ديتو, بعض الشهود من عندكم على ان الدري و... وقوع الحادثه كان في الدار وكيفاش مع ما كيفاش غتشهد بي... كيفاش ال... مع الصباح بكري كيفاش غدير الشهود بانه كان ما كانوش الشهود كاين هي شو... كين... اللي جات داتو هي اللي جات الزوجه ديال السيد هي اللي جات قالت لي تكلم الزوج ل... 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 ديالها. واش كاينين شي ناس كيشهدوا كيش على ان ولدك كان ناعس في الدار ديك الوقيته؟ كيفاش غنتبت ندير واش كاينين حنا؟ كاين مو كاين بواه انا اللي خرج الخدمه خليته ناعس كاين خوه اللي ناعس حداه يعني اش غنثبت لك كيفاش واش غنجد شو مع كيفاش غندير تغنثبت بانه نا... راه كان ناعس في وكيفاش كتثبت على انه ماشي ولدك اللي دار داك المتيقن متيقن بانه والله العظيم كون كانت شي ضره بانني شكيت في ولدي والله العظيم ما غنضطر ندير لا حوار ما غادي نضطر لا نمشي معاه لا يدبر راسو غادي نرجع لك استاذ نادر أقرب قرب على الحاجه شويه هنا <applause> <applause> انت الام ديال شكون <applause> في الدراري لا اسامه نادر اعطيني شي مستجدات <applause> واش هذا المحل اللي شعلت فيه العافيه كانوا فيه شي كاميرات المراقبه واش جات الشرطه الدار الدرك او الشرطه العلميه هزوا 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 البصمات من 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 تما واش هاد الامور كلها الاجراءات كلها طرات؟ اه كاينه هادشي كلشي كل شيء كاين جاو وقال لك راه دينا البصمات تمايا ديناهم جاو الدرك البالك يهزوا البصمات ماشي الدرك جاو جاو الشرطه العلميه وجاو الدرك لكن حنا هنايا ما ما دري زعما ناس كاميرات المراقبه اش كتقول اش الكاميرا ما جبدوش كاميرات ما جبدوهمش وكاينين الكاميرات الدوار كامل كاميرات والعساس و... اه البقال. المحل, المحل المحل التجاري ديالو واش فيه كاميرات المراقبه ولا فيه كاينين واش عطى على ان راه ولدكم جاي في الطريق بين كاميرات لا. المراقبه لا. هو اللي حرق لا ما كاينش هاد الشيء لا ما وراناش <applause> ما قالش لينا راه كاينين هذه اللي قلنا لي حنا عطينا غير سبب انا موت انور محرز أه. اللي عنده 15 عام أه. وما عندهمش شي مشى عند جوندار ما لقاو عليهم حتى وطلقوهم خرجوا مشاو عند جوندار من الاولى اه مشاو أه. أه. نهار الاثنين توهم أه. نهار الاثنين معاهم أه. من ثلاثه وما كيبحثوا معاهم حتى السبعه العشيه عاد خرجوا طلقوهم اه خرجوا أه. خرجو أه. ما عندهم والو أه. أه. تنتفاجئ نهار الاربعه كتعيط لي اختي انا جايه من الخدمه كتقول لي جي عندنا راه حنا عند جوندار ما عاودوا داو الدراري عيطوا السيد جدا ما جاوش كاع هما داوهم الدراري مشاو بيديهم برحس. برجليهم ماشي هذا ولدي انا واسامه انوار واسامه مشاو سخفت انا ما نكذبش عليك الله اللي عالم بيا والله حتى طحت راسي باقي دار مني مني هذا ما لقاو عليهم والو رجعون رجعناهم معانا ما باتوش كاع عند دارك الملك حيت دارك الملك يتيقنوا بان الدراري ما دايرين والو في الدوسي راه ما عندهم فيه حتى شي حاجه مه. من بعد قال لنا غديهم للمحكمه ديناهم المحكمة, ديناه المحكمة. دي شو اللي ديتوهم المحكمة إحنا اللي ديناهم للمحكمه بالطوموبيل ديال السيد ديناهم المحكمة قاضي التحقيق انا دخلت مع ولدي قال لي هاد الدراري راهم زعما كيبانو ليا مظلومين ما دايرينش هي بدات كتغوت وبدات كتخاصم صافي <مم> وطلعوا من بعد دازو عند وكيل الملك تتفاجئ كيهبطوه ما عرفتش انا الله اللي عالم بيا الله اللي عالم بيا انا مريضه وقال سما كنتسنى شي حاجه تنزل عليا نتفاجئ ولدي يخرج لي انا ولدي انا اللي فيقته من النعاس خرج عداد السيده جات دقت عليه مع الصباح عند عنده 15 عام طالع في 16 اللي لا نطيل على الساده المشاهدين السينه الكلمه مم. الاخيره واش انا الكلمه الاخيره يا كنتمنى من نام الله سبحانه وتعالى ويبين وي الحق صافي ما كنتمنى كنتمنى غير يبان الحق صافي في القضاء أمل في القضاء كبير انا عندي الثقه امل في الله كبير ولكن الطاقه بالقضاء انا عارف الحمد لله المسار غادي القضاء ديالنا نزيه وعندنا شرطه علميه وعندنا دارك عندنا الثقه ولكن واش الكاميرات المراقبه عنده في المحل التجاري واش ما خدامش؟ ما عرفناش ما عرفناش كيفاش ولدي تيقول لهم انا مطالب بالك... ولدي ولا اسامه كيقول لهم انا مطالب بالكاميرات وبالبصمات وجيت الشرطه العلميه اللي قالت السيده راه نفس راه راه الحوار ديالهم يعني متطابق راه هادشي اللي كيطالبوا كي كنقول كانت... باش ب... تثبت الادانه على ولدك خاص كاميرات المراقبه والحصيله أنا... و... 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 ديال انا غير ديال البصمات أنا... انت نطالبوا غير هذوك الاجراءات ذو كامله الا تبتات على ولادنا اللهم يسر صافي الا تبتات على ولادنا يعني راه ما يمكنش لي انا كنقولها كيف قلتها في الحوار الاول انا كنقولها راه ما يمكنش لي نتستر على مجرم سمعتيني ما يمكنش لي نتستر على مجرم هذا هو اللي نقول لك وتنظر و... كمالك على انه يستخدم كاميرات المراقبه كل شيء هما كل شيء راه كيديروه فيه حاليا اه يعني كل شيء راه غادي يديروه ان شاء الله و... وشكرا سيدي الله يجازيكم بخير الله يجازيك دوار حمادات اقليم مديونه شكرا لك جزيلا اعزائي المشاهدين كنا معكم هنا من اقليم مديونه دوار حمادات كنتمنوا القضاء ياخذ المسار الصحيح ديالو باش يتنسفق هاد الوليدات وكما قلت سالفا نحن كنا في اعلاميه مع هذا ما مع ذاك نحن مع الحق دائما نلتزم الحياد نسمع للراي والراي الاخر ونحتفظ بالطرف الغائب بحق الرد كان معكم احمد الشرفي وتحياتي للجميع شكرا